هاي جريد 1، معاكم ميس ايمان سيد من قناه ليرن تيتشر ايمان. النهارده يا جريد 1 هنبدا ناخد مع بعض يونت 14. احنا كنا خلصنا يونت 11، خلصنا 11، خلصنا 12، خلصنا 13. النهارده هنبدا في يونت احنا كان عندنا يونت ايه 10 10 11 12 10 11 12 13. خلصنا 3 يونتس قبل كده، النهارده هنبدا يونت 14 في كتابنا كونكت. بس قبل ما ابدا اليونت النهارده معاكم، احب بس اقول لكم ان انا ليا قناه على اليوتيوب اهي، ليرن تيتشر ايمان، القناه قدامكم اهي. اتمنى ان انتم تخشوا وتعملوا ليها شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا لي الجرس عشان اوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. القناه قدامكم اهي، اتمنى ان انتم تخشوا. وعلى فكره انا في القناه عامله لينك على لينك على الفيس، لينك فيس ولينك وفي رقم واتساب للي عايز يتواصل معايا ويدخل في الجروب، مفيش اي مشكله. وابعتوا لي وتقدروا اللي عايز يتواصل معايا من خلال الشانل القناه، اهلا وسهلا. اللي عايز يتواصل معايا من خلال الواتس، رقم الواتساب اللي انا بسيبه على القناه، مفيش اي مشكله. اوكي، وانا معاكم في كل حاجه. اللي عايز يبقى يعني اللي عايز يعرف حاجه يبعت لي على القناه وانا ارد عليكم. اوكي، طيب تعالوا بقى النهارده هناخد مع بعض يونت 14. اوكي، احنا خدنا 3 يونتس قبل كده، خدنا يونت 10، احنا كنا عاملين قبل كده كمان ريفايز عليهم اللي هو يونت 10 يونت 10 و11 12 13، عملنا ريفايز عليهم لاست كلاس. النهارده بقى هنبدا يونت 14 ات ذا لايبرري في المكتبه. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض على الاكسرسايز اللي قدام، على الليسون اللي قدام النهارده. النهارده في ايه؟ طبعا هو هنا بيتكلم عن الانيمالز. طب طبعا هتقولي يا نيس، طب ايه علاقه اللايبرري بالانيمالز؟ ليه بقى؟ لا فيها علاقه. ايه هي بقى الريليشن اللي هي او الريليشن بتوين الانيمالز وبتوين اللايبرري؟ ان هو هنا عايز يوريك ان احنا احنا لما بتروح اللايبرري، مش اللايبرري دي فيها بوكس؟ اه، البوكس دي فيها انفورميشن اباوت انيمالز. اه، يبقى ايه يبقى علاقه اللايبرري بالانيمالز ايه؟ ان احنا بندخل اللايبرري بنطلع بوكس عن الانيمالز اللي احنا بناخدها دي. بصوا هنا معايا بقى جريد 1، هنا بيقول ايه؟ ريد اند ريبيت، اقرا ورد. عندنا كلمه انيمالز، انيمالز اظن الكلمه انتم عارفينها كلكم، مش محتاجين ان انا اترجمها لكم. كامل، اليفنت، سناك، لاين، مونكي، لايبرري. لايبرري ايه؟ هي مكتبه. ليف، جيلي فيش اللي هو بيقول عليه قنديل البحر. جانجل اللي هي غابه، جانجل. سي اللي هو سي اللي هو بحر. ديزرت اللي هي صحراء. تعالوا بقى نبص هنا على الديالوج عشان نشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي كده، عشان نعمل ايه؟ يعني نعمل ريليتد كده، نعمل جوينينج كده للانفورميشن بتاعتنا ان احنا نربطها ببعضها. نقول ايه علاقه الانيمالز باللايبرري؟ هنا طبعا هنا زي ما يكون في ايه هنا اللايبريان او اللي هي الميس اللي هي اللايبريان اللي هي ماسكه المكتبه، بتقول بقى Look, it's a book about animals. ده كتاب عن انه انظر انه كتاب عن الحيوانات. Look, a monkey. انظر انه قرد. Oh, that is a jellyfish. It lives in the sea. ده اللي هو قنديل البحر بيعيش في قنديل القنديل البحر بيعيش في البحر. Yes, it lives in the jungle. اللي هو ايه ده؟ ده هو طبعا هو بيتكلم عن monkey مش بيتكلم، يبقى هنا بيقول لك ايه؟ jellyfish lives in ايه؟ in sea. But a monkey lives in a jungle. Jungle in إيه؟ اللي هي ايه؟ الغابه. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض، نقرا مع بعض الاكسرسايز. في هنا عندي some vocab لازم تبقوا عارفينها يا جريد 1. كلمه camel، 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 elephant، 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 snake، snake، snake. repeat after me. camel، 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 elephant، 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 snake، snake، snake. لاين، 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 اظن كلنا عارفين لاين يعني ايه. مونكي، مونكي، مونكي. جيلي فيش، جيلي فيش، جيلي فيش، بس انا هعمل لكم ترانسليت كده عشان تبقوا عارفين. كامل اللي هي ايه؟ الجمل. اليفنت الفيل، سناك ثعبان، لاين اسد، مونكي قرد، جيلي فيش قنديل البحر. تعالوا بقى بصوا هنا معايا يا جريد 1، بيقول لي ايه؟ ماتش اند رايت. يعني هنا دلوقتي هنعمل ماتشنج، هنشوف هنا مديني انيمال وهنا مديني بيكتشرز للانيمالز دي. طبعا مع كل واحده من دول انت في الماتشنج انا بفضل يعني
ان انت مش لازم ان انت تعمل كده وتقعد توصل كده. هنكتب مثلا يعني احنا مثلا هناخد جيلي فيش اللي هو عندي البحور. This is ايه جيلي فيش. يبقى هعمل ازاي بقى؟ انا عايزاكم بقى تتعلموا طريقه كويسه عشان ما تقعدوش ايه تعملوا الحركه بتاعت الاقلام والحاجات دي، عشان ده ايه يعني طريقه مش اللي هي مش صح، يعني طريقه مش صح. هنعمل ايه بقى يا جريد 1 اهو قدامكم اهو، مش عايزه بس ايه اعمل. عايزين بس نعمل كده اهي 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 ايوه كده. يعني مثلا انت هنا نمبر 1 ده جيلي فيش، يبقى هنعمل كده نمبر 1 كده، هنعمل كده نمبر 1. مش عارفه امسحها بس اعملها ديليت ديليت اهو، اعملها كده هو ديليت اهو. يعني مثلا هي الجيلي فيش، يبقى انا هعمل كده نمبر 1 هي اقول كده، اقول ايه نمبر 1 مثلا في اكزامبل الجيلي فيش. طبعا انا خطي مش هيبقى حلو، بس انت طبعا خطك هيبقى احسن مني بكتير، بس انا بقى بوريكم ازاي نعملها كده الجيلي فيش. على فكره انا بستخدم تاب ستاب اهيد، عشان بس اللي يجي يقول لي ميسي انت بتكتبي بتستخدم تاب ايه، تاب ستاب اهيد، عشان بس تبقوا عارفين هنا ايه نمبر 1 جيلي فيش. طب هنا الكامل وير از الكامل نمبر 2، هنكتب كده نمبر 2. بص بقى معايا كده عشان نكتب مع بعض كامل نمبر 2 كامل. احنا عايزين نتعود ان احنا من اول مره مش نعمل ماتشنج بالايه بالقلم، يعني تكتب كده تكتب نمبر 2 تكتب الايه الرقم على طول، يعني هنا نمبر 2 انا كده نمبر 2 ده كامل. طيب هنا ده ايه اليفنت، اليفنت نمبر 7، يبقى نكتب نمبر 7 هنا ده ايه اليفنت. ايه نتعلم كده عشان نبقى منظمين في كتابتنا ونكتب صح. اوكي هنا نكتب الف الف. طيب هنا انا عندي لاين، اللاين ده نمبر كام؟ نمبر 5، هو نكتب ده نمبر 5 لاين. فهمنا بقى مع بعض الجريد 1 نعمل ازاي؟ انا طبعا انا وريتكم كده يعني اكزامبلز، انتوا بقى تحاولوا ان انتوا تعملوا نفس الكلام اللي انا وريته لكم ده عشان ايه نعرف ايه نحل مع بعض. طيب انا دلوقتي هنعمله كده اهوت اورر، وانتوا تعملوها بقى ريتم ايه آه، انتوا طبعا هتعملوها ريتم ايه مع نفسكم بقى بعد كده لما تحلوا في الكتاب. اوكي طيب بصوا بقى معايا هنا طيب. بصوا هنا بقى معايا، بصوا هنا معايا، يعني هنا عندنا كلمة جيلي فيش. جيلي فيش يبقى هنعمل هنا نكتبها النمبر 1 جيلي فيش، هنكتب النمبر 1 جيلي فيش. طيب نمبر 2 ده كامل، وير از كامل؟ هير از كامل، هنكتب نمبر 2 كامل. طيب سناك، وير سناك؟ سناك نمبر 3، هتكتب هنا سناك وهتكتب هنا 3 سناك. انيمالز، وير از انيمالز؟ انيمالز هير، هنكتب هنا 4 انيمالز. لاين، فين اللاين؟ ادي لاين نمبر 5، هنا نكتب ايه لاين؟ مونكي، وير از مونكي؟ مونكي هير، هير از مونكي، وهنكتب نمبر 6 مونكي. اليفنت، وير از اليفنت؟ اليفنت 7، وهنكتب جنبيها ايه؟ اليفنت. تعالوا بقى حلو مع بعض الاكسرسايز اللي قدامي ده، هنعمل كده بقى مع بعض. طبعا عشان تحل المسنج لترز لازم تبقى حافظ الفوكا، يعني احنا طبعا كلمات لاين والف موجوده عندكم في الـ عاملها لكم في الـ يعني ان انتوا تكتبوها، فانت لازم تبقى حافظ الفوكاب عشان تعرف تكتب. يعني انا مثلا هنا لما اجي اتكلم عن اللاين، اوكي دلوقتي انا هتكلم عن ايه لاين، ايه هنا هنتكلم مثلا عن لاين، هنا هاجي اقول لك هنا لاين، هاجي اقول لك هنا لاين، يبقى هنا اللتر الناقص ايه؟ لتر او. ايه لاين؟ اليفنت، اللي يبقى الناقص ايه؟ بي. هنا كامل ناقص ايه؟ ام. سناك ناقص اي. مونكي ان مونكي. جيلي فيش هنا ناقص ايه؟ واي. طبعا ده هتعتمدوا ان انتوا لازم تبقوا الكلمات حافظينها. اوكي تعالوا بقى نبص مع بعض الكلام ده، بص بقى هنا الكلام ده، تعالوا بقى انزلوا كده. هنا بيقول لك ايه؟ Find the correct picture. هنا عندنا كلمة سناك،
طب وير سناك هير ان ذيس بيكتشرز؟ از ذيس سناك؟ رونج طبعا. از ذيس سناك؟ رونج طبعا. يبقى وير از سناك؟ وير از سناك؟ يبقى انا هعمل عن سناك هعمل ايه؟ هعمل بالذيس بيكتشر، هعمل ايه؟ بوينتنج على ذيس بيكتشر. مونكي، از ات مونكي؟ رونج. از ات مونكي؟ رونج. از ات مونكي؟ يس. بص لاين، از ات از ات لاين؟ از ات لاين؟ انا عارف طبعا انت هتقول لي يا ستي سبت الصح وقلت لها غلط، ليه بقى؟ لان انا عارفه ان انت ممكن في الامتحان تيجي تروح اي بختار اي حاجه وتقول لاين، فاحنا انا عملت الغلط عشان بعد كده نفهم الصح. هنا لاين، از ات لاين؟ رونج. از ات لاين؟ رونج. ذيس از لاين. جيلي فيش، ده الجيلي فيش اللي احنا عارفين هو اي قنديل البحر. از ات جيلي فيش؟ رونج. از ات جيلي فيش؟ رونج. وير از جيلي فيش؟ ذيس از جيلي فيش. اليفنت، از ذيس ان اليفنت؟ رونج. Is this an elephant? Wrong. Elephant. Here is an elephant. Here is an elephant. Okay? تعالوا بقى نحل مع بعض. Camel. Where is camel here? Is this a camel? No. It's a horse. Is this a camel? It's zebra. Wrong. Where is a camel? Here is a camel. أنا اللي عملت كده camel here. تعالوا بقى حلو معايا بقى الاكسرسايز اللي في التشويس ده عشان ايه نفهم مع بعض. بيقول they cow lamb lion lives in jungle. Jungle يعني ايه؟ بيعيش في الغابة. هل اللامب هيعيش في الغابة؟ رونج. هل الكاو هيعيش في الغابة؟ رونج. يبقى مين اللي هيعيش في الغابة؟ اللي هو مين؟ اللامب. This case camel monkey jellyfish lives in desert. In the desert. Desert يعني الصحراء. حتى احنا عارفين دايما ان احنا بنقول على ايه؟ شيب اوف ذا ديزرت، يعني معروف دايما شيب اوف ذا ديزرت اللي هو مين؟ الكامل، اللي هو حتى يقولوا عليه سفينه الصحراء، يبقى ايه؟ كامل. ذا اليفنت فيش كامل ليف ان جانجل. جانجل يعني ايه؟ الغابه. مين اللي هيعيش في الجانجل هنا؟ هل هو الفيش؟ رونج. هل كامل؟ احنا قلنا الكامل بيعيش فين؟ ان ديزرت. يبقى ينفع ان انا اقول له ان هو بيعيش في الجانجل؟ رونج. طب الفيش بتعيش فين؟ في الووتر، في السي. يبقى ينفع ان انا اقول في الجانجل؟ لا. يبقى هو مين؟ الالفنت. يعني هنحط اندرلاين على الايه؟ الالفنت. طيب ذا مونكي جيلي فيش بارت ليفز ان ذا سي. طب is parrot lives in the sea wrong? Is monkey lives in the sea wrong? Is jellyfish? Yes, jellyfish lives in the sea. طب تعالوا نحل ال next one. The camel, snake, dolphin lived in jungle. Jungle اللي هي ايه؟ الغابة. اللي هي مين بقى؟ هل الكامل بيعيش في الجنجل؟ Wrong. الكامل احنا قلنا ان هو بيعيش فين؟ في الديزرت. طب الدولفين بيعيش in jungle؟ Wrong. دولفين اللي هو الدولفين. الدولفين مكانه فين؟ In ايه؟ in water. يبقى هل ينفع ان هو يعيش في الجنجل؟ لا. يبقى مين؟ اسمه زي جيلفيش كامل مونكي ليف ان جنجل. ليف ان جنجل يعني بيعيش في الغابه. مين؟ جيلفيش؟ رونج. كامل؟ رونج. يبقى مين اللي بيعيش في الجنجل؟ اللي هو مونكي. يبقى ذا مونكي ليف ان جنجل. طبعا انتوا كلمات هنا عارفين طبعا ايه البيكتشرز دي، انا هقولها لكم اولر وانتوا تبقى اختباريتين، او انا ممكن اكتب لكم كلمتين وانتوا تحلوا الباقي انتوا ايه لوحدكم، هي هسيبه لكم هم بتحلوه. تعالوا بقى بصوا معايا هنا، انا هحل لكم كده جملتين وانتوا تحلوا الباقي لوحدكم. اوكي، هنا عندنا كلمه دي ايه؟ دي مونكي، ده اسمه مونكي. مونكي اللي هو ايه؟ مونكي اللي هو ايرد. This is monkey. This is monkey. Okay. طب دي ايه؟ ده ايه؟ elephant. elephant. elephant اللي هو ايه؟ الفيل. elephant. ده ايه؟ لاين، اسد. ادي احنا حلينا 3 ايتمز اهو، انت تحلوا البيت. انا بقى عايزاكم انتوا بقى تحلوهم كده لوحدكم عشان ايه؟ تدربوا نفسكم على الحل. اوكي؟ عشان يبقى ايه في احنا بنشتغل مع بعض وايه؟ ونفكر شويه، يعني التعليم الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى معتمد اكتر على الثينكينج، التفكير، فلازم نبقى عندنا حته ان احنا نفكر. اوكي؟ هنا هتبقى ايه؟ هتبقى هنا عندنا ايه؟ دي مونكي، هنا اليفنت، لاين، سناك اللي هي ايه؟ الثعبان، كامل، هنكمل هنا ايه؟ جولي فيش. طبعا الكلمات موجوده عندكم، ذاكرها وتحل انت ايه؟ بقيه الايه؟ الاكسرسايز اللي عندك. طبعا النهارده هناخد برضه كمان ليسون 2. ليسون 2 هنا بيكلمنا عن ايه؟ عن حاجه اسمها الشورت باولز. الشورت باولز اللي هي ايه؟ اللي هي الحروف المتحركه اللي هي ليها شورت ساوند، يعني صوت ايه؟ صوت قصير اسمها فونكس. هنقول بقى كده ان elephant elephant insect insect
أقطبس، أمبريلا، فوكس، إن، أم، أندر، أبل، إيج، أوليف. ريبيت أفتر مي أجين. أند، إليفانت، 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 إنسكت، 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 أقطبس، 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 أمبريلا، أمبريلا، فوكس، 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 إن، 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 أون، 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 أندر، 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 إيب، أبل، 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 إيج، 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 أوليف، 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 نات، 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 مات، مات، مات. كده احنا ايه قلناه، اكيد اتعرفتوا بقى ايه الشوت باوت. طبعا الكلمات قدامكم اهي مكتوبه، اكيد انتوا عارفين معظم الكلمات. احنا عارفين في كلمه اكتوبوس اللي هو الاكتوبوس، طبعا انت احنا عارفين انها نمله. اليفنت فيل، انسكت حشره، اكتوبوس اخطبوط، امبريلا شمسيه، فوكس ثعلب، ثعلب، ان في، اون على، اندر تحت. عندنا ابل احنا عارفينها اللي هي تفاحه، ايج اللي هي بايضه، اوليف زيتون، نات اللي هي مكسره، ممكن تستخدم نات بمعنى مكسرات، ممكن تستخدم نات بمعنى بني، اوكي، بس هي نات معروفه انها مكسرات. نات اللي هي سجاده صغيره. تعالوا بقى بصوا هنا مع بعض. هنا بيقول لي بقى يا جريد 1، هنا بيقول لي ايه؟ There are 26 letters in English alphabet. احنا طبعا كلنا عارفين ان الانجليش فيه 26 letters، اوكي، واحنا حافظينهم يعني اكيد. في منهم 5 vowels اللي هي الايه؟ الاي، 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 الاو، اليو، دي اسمها حروف vowels، حروف متحركه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انت يعني مثلا زي كلمه ان، يعني انا هشرحها لكم كده اهو. يعني انت مثلا فور اكزامبل كده هنكتب كده، هكتب لكم على البورد كده عشان انا احب ان انا اشرح على البورد اكتر عشان ايه تشوفوا معايا. اوكي، تعالوا بقى بصوا هنا معايا. يعني هنا مثلا عندي ايه بول مثلا، بول دي اللي هي ايه؟ حرف البي. حرف البي ده من حروف الباول؟ لا لا، مش من حروف الباول. اوكي، طيب انا هنا ما ينفعش احط ايه هي حروف الباول. حروف الباول، الباولز عندنا هنا، الباولز اللي هم ايه؟ الباولز اللي هم عندنا الاي والاي والاي والاو واليو، دي حروف الايه؟ حروف باولز. يعني ايه حروف باولز يا جريد، يا جريد، يا جريد 1؟ ان انا لازم ان انا احط لهم يعني ايه اللي هي حروف متحركه. يعني مثلا انت جبت كلمه ابل مثلا، فور اكزامبل، ابل دي حرف متحرك، الايه دي من حروف الباولز ولا لا؟ اه، من حروف الباولز. طب ينفع انا هكتب لكم بقى غلط كده عشان تقولوا لي انت غلطانه، انت ايه ابل؟ طبعا يعني كلكم هتقولوا لي رونج، رونج، سامعاكم كلكم بتقولوا رونج يا ميس. ليه؟ لان الاي دي احنا خدنا من حروف الباولز، ما ينفعش نحط لها ايه، نحط لها ايه؟ ان. عارفين انا بغلطكم ليه؟ عشان لما تغلطوا تعرفوا ان انتوا غلطتوا. كلكم قلتوا لي يا ميس رونج، يبقى هي ايه؟ ان. يلا، طب جيت مثلا قلت لكم ايج، فور اكزامبل، هنقول ايه؟ هقول ايه؟ ايج. انا بغلط نفسي ليه؟ عشان اوريكم ان انتوا اللي يغلط يبقى عارف. طيب هتيجي تقول لي مستر حرف الاي ده من ايه؟ احنا خدناه من الحروف الايه؟ الفاولز، ازاي تحطي ايه؟ لا ما ينفعش ايه؟ هي ايه؟ اوكي؟ يبقى احنا كده عرفنا ايه الفرق ما بين حروف الفاولز وحروف الايه؟ الحروف العاديه، حروف الكونسونت الثابته وحروف الفاولز. يعني عندي بيجي من حروف الايه؟ الكونسونت الثابته. يعني اقول ايه؟ ابل، ايه؟ كيت، تيبل، اوكي؟ ايه تيبل؟ دي حروف ايه؟ حروف كونسونت. كونسونت يعني ايه؟ يعني ساكنه، ما تقدرش تتحرك، يعني ثابته في مكان، نظام كده. انتوا عارفين ايه لما يبقى واحد ايه كونسنت ان اتس بليس، يعني قاعد في مكان ما حدش يقدر يقومه. لكن هنا في الباوز دي حروف متحركه، ممكن ان انت ايه تقدر ان انت ايه تمشيها، زي ما انا وريتكم كده اهوت، الاي والاي والاي والاو واليو. وقلت لكم ما تيجوا الابل، قلت لكم ايه؟ قلت لي لا يا ميس، سمعتكم كلكم تقول از رونج، الناس دي غلطانه، مفيش حاجه اسمها ايه ابل، هي اسمها ان ابل، ان اي. ايه، تعالوا بقى نكمل مع بعض الاكسرسايز اللي نكمل مع بعض الاكسرسايز اللي قدامنا عشان نشوف الايه اللي بعد كده. هو بصوا انا معايا جريد 1، هنا نشوف مع بعض اهي. يبقى انا عرفت، عرفنا دلوقتي ايه هي حروف الايه، الحروف الباول، الحروف الباول اهي قدام الاي والاي والاي والاو. يا ريت في الكتاب بتاع الستيب اهيد اللي احنا اللي انتوا بتتابعوا معايا من خلاله، تبصوا الكلمات وتحاولوا ان انتوا ايه تحفظوا عشان تحلوا. يا ريت كل واحد يحل يبعت لي على القناه، يبعتوا لي تحت في اللينك الحاجات اللي بتحلوها عشان اشوف انتوا بتعملوا ايه. اوكي،
في الاكسرسايز اللي احنا بنحلها دي. هنا عندنا كلمه الجيلي فيش، اكامل، الاين، رابت، اكري. طيب بص هنا، نستخدم قبل الاسم المفرد البادئ بصوت حرف متحرك زي كلمه انت، ان اليفنت، ان اوليف، ان انسكت، ان امبريلا. اوكي، طيب بص الكلمات هنا معانا، يا ريت انت وانا بقرا تقول لكم ايه ريبيت افتر مي. ان انسكت، 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 اقبص، 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 ان انسكت، 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 اقبص، 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 فوكس، 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 ميت، 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 نات، 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 أوليف، 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 أبل، 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 أمبريلا، أمبريلا، أمبريلا. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض كده الاكسرسايز اللي قدامنا ده. هنا عندي كلمة عن حشرة، عن نملة ولا إيه؟ نملة، إنسكت، حشرة، فوكس، ثعلب، أكتوبوس اللي هو الأخطبوط، نات اللي هي السجادة الصغيرة، عنده تحت، ابل، تفاحه، ان، في، ايج، بيضه، اوليف، زيتون، اون، على، امبريلا الشمسيه، نط اللي هو بوند. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض. عندنا اول حاجه كلمه انت، انت اللي هي نمله. فين يبقى نكتب هنا انت؟ طبعا تعملوا ازاي؟ زي ما انا وريتكم، بلاش بقى نعمل بقى بالايه، بالقلم زي ما كنا بنعمل. يا ريت بس يبقى ايه، يبقى الموضوع شويه الى حد ما كده ايه، يعني يبقى متنظم. عشان ايه؟ يعني عايزين بس ايه، يعني انت بس هنا كلمه ان، هنكتب نمبر 1 كده، نمبر 1، هنكتب هنا ان. ايه؟ انا بوريكم ازاي تحلوا، عشان تحلوا زي ما احنا عارفين كده. يبقى هنكتب نمبر 1 ان. طيب انا نمبر 2 اللي هي الانسكت، وير از انسكت؟ اهي نمبر 2 اللي هي انسكت اللي هي قدامي كده، انسكت نمبر 2، هعمل كده نمبر 2، هكتب انسكت. ايه؟ نحل مع بعض كده عشان ايه، نعرف احنا بنحل ازاي كده، انسكت. ايه هنا كلمة، دي كلمة ايه بعد كده؟ انسكت عندي بعد كده فوكس، وير از فوكس هير؟ فوكس نمبر 3 هنا هتبقى. انا هوريكم كده ثلاث جمل، وانتوا بقى تحاولوا ان انتوا تحلوا ايه الباقي. مش لوكو اور، وانتوا تحلوا بقى بعد كده ايه از هوم. اوكي، هنا ايه فوكس نمبر 3. يبقى انا هنا بكتب النمبر، بكتب الايه الكلمه جنب الايه النمبر اللي انا بكتبه. اوكي، تعالوا بقى نبص مع بعض الكلام ده. بص بقى معايا هنا، يبقى هنا عندي كلمة and، where is and here؟ and here is and. insect، where is insect؟ here is insect. fox، here is fox. طب octopus، where is the octopus؟ here، here is octopus. octopus number 4. اوكي، طب تعال بص بقى بعد كده عندها كلمة mat، mat، where is mat؟
هنا نيجي مع بعض تاني. بصوا بقى معايا هنا، يبقى احنا عندنا كلمة and. بصوا معايا هنا and where is ant here, here is ant, here is ant. Insect, where is insect, here is insect. Fox, where is fox, here is fox, here is fox, this is fox. Octopus, this is an octopus, oh, this is an octopus, so an octopus here. Mac, number five. طبعا هتكتبوا number five وتكتب جنبيها الايه الكلمة. Under, number six, here is under. Under chair here. يبقى هنكتب 6 under. Apple number 7 فين number 7؟ number 7 number 7 هنكتب هنا Apple. يبقى هتكتب هنا 7 7 ونكتب هنا جنبيها ايه Apple. In اللي هي فيه، فين هنا in؟ here is in على، in على مش في، لا in على إيه. لا سوري on in in في in هنا سوري شفتش in here is in اللي فوق دي on مش in، يبقى هنا in number 8 in. طب egg here is egg. Olive here is olive. Olive انت عارفين olive يعني ايه grade 1؟ يعني زيتون. on يبقى on اللي هي فوق دي، on اللي هي على، اللي هي على، اللي هي حاجة على حاجة يعني. هنا the pole is on the box اهو، on the box. لكن هنا in اللي هي فيه، اللي هي دي in the box. In the box دي حاجة تانية، اللي هي in اللي هي جوه، جوه الحاجة. umbrella where is umbrella. where is nuts؟ not اهي اللي هو بولد nuts. where is nuts هنكتبها number 60 وتكتب جنبيها ايه nuts. طيب كان طبعا الكلمات دي انتوا طبعا احنا دلوقتي احنا قريناها، هتلاقي كلكم هتعرفوا حلوه. يعني احنا عارفين كلمه انسك الليتر ناقص ايه اس، انت الليتر ناقص ايه ان، هنا فوكس اكس. سامعكم كلكم بتقولوا ورايا على فكره، يعني سامعه كل جريد 1 شاطرين خالص، وبيقولوا يا مس هنا اكس، هنا ان، هنا اس، هنا اوكتوبوس، سي، ماك، تي، ابل، نات، يو، امبريلا هتبقى بي، اوليف بي، اون على هيبقى اون هنا هتبقى ان، وهنا الاي ليتر اي، هنا اندر اللي هي ايه دي. طب تعالى بقى بص هنا مع الاود وان. بصوا بقى هنا معايا سؤال زي كده بيجي لكم في الامتحان وممكن تتلخبطوا فيه، بس احنا هنحاول ايه نعرفه مع بعض. يعني سيركت ذا اود وان اوت، يعني هنا بيبقى مديك كذا حاجه، وفي كلمه بتبقى ممكن مثلا في اللتر هو نفس اللتر، او مثلا يديك تو جوب وحاجه مختلفه، فانت تشوف هنا ايه الحاجه المختلفه ونحاول ان احنا ايه نعمل لها ايه، نعمل لها اوت. يعني ايه اوت؟ يعني ايه اوت؟ يعني ايه نطلعها. يعني انا عندي هنا كلمه جامب، فان، بي. طبعا هنا الحرف هنا ايه بي، هير از بي وهير از بي. اوكي طيب اللي هنا الكلمه المختلفه تبقى ايه؟ كلمه جامب، تبقى الكلمه اللي هي تبقى اوت كلمه جامب. طيب هنا عندي كلمه تي شيرت، سويتر، كار. الكلمه هنا اللي مختلفه كلمه ايه؟ كار، لان هما دول الكلوزز، يبقى هنا كلمه كار هي اللي الاوت. طيب عندي هنا كلمه جام، حرف جام، فايلون، جاكيت. طبعا هنا انتوا هتبصوا هنا تقولي لي هنا جي وهنا جي، يبقى الكلمه المختلفه هنا ايه؟ فايلون. اوكي يبقى دي كده عرفتوا معايا يعني ايه كلمه اود. اود يعني كلمه غريبه، يعني ممكن تبقى مثلا في بعض الكلمات بتبقى مثلا ايه يعني يبقى فيها مثلا ريليتد ان مثلا ان سام ليتر، او ريليتد ان سام جوب او كده. فانت بتشوف بقى، بتحاول انت تحاول تكتشف كده الكلمه اللي هي الاود، الكلمه الغريبه اللي عندك في الـ في الـ في الـ في السنتنس اللي بيديها. اوكي تعالوا بقى جريد 1 نشوف الكلام ده. بص بقى هنحل بقى الاكسرسايز ده، انا ان شاء الله بحاول اقف النهارده عند ليسون 2، والمره الجايه بقى نكمل ليسون 3، عشان بس انا حاسه ان انتوا ايه ممكن تكونوا ايه يا دوبك عليكم ليسون 1 2 حلو النهارده، عشان انا حاسه ان انتوا ايه يا دوبك بتفهموا على قد زي ما بيقولوا. It's A or N N. بصوا بقى قبل ما نختار A و N، ال A دي من حروف الباولز ولا لا؟ من حروف الباولز، اختارها ايه؟ N. برافو عليكم شاطرين. It's A or N mad. mad ال M دي حروف باولز ولا لا؟ لا مش حروف باولز، حروف كونسونت، يبقى نستخدمها ايه؟ A، يبقى نحط عند ال A. It's A or N not. يبقى هنا A. Excellent، سامعكم كلكم بتقولوا ورايا. It's A or an elephant. شوف انا مش انا حل... مش انا عملتها لكم على البورد وكتبت لكم ايه، قلت لي يا ميس غلط غلط، سمعتكم بتقولوا غلط، يبقى ايه؟ ان. برافو عليكم شاطرين. It's A or an insect.
ان احط هنا عشان عندي هنا اي دي من حروف الباورز ولا مش من حروف الباورز؟ من حروف الباورز، يبقى تحط لها ايه؟ ان. اتس اي اور ان فوكس. فوكس دي الاف دي حروف باورز ولا مش حروف باورز؟ لا مش باورز، يبقى تحط لها ايه؟ اي. اتس اي اور ان بيرد. بيرد دي البي دي حرف باورز ولا مش حرف باورز؟ لا مش حرف باورز، حرف كونسونت، يبقى تحط لها ايه؟ اي. طب اتس اي اور ان كامل، يبقى اي كامل. طيب اتس اي اور ان اوكتوبوس، هتبقى هنا ايه؟ ان. ان عشان الاو دي من حروف الايه؟ الفاول. طب اتس اي اور ان امبريلا، ان، يبقى نحط هنا ان، وهنا ده اليو دي من حروف الايه؟ الفاول. اتس اي، طبعا هو جايب لك بقى هنا كلمه وبيقول لك ايه؟ هو حاطط ايه؟ هو حاطط لك الايه. هتحط، ينفع ان انا اقول ايه؟ ايه؟ ينفع اقول ايه؟ ايه؟ انا بقول لكم غلط ليه؟ عشان على طول اللي هيقول لي ايه؟ اللي هيقول لي صح يبقى هو شاطر. اتس ايه؟ ايه؟ ينفع في حاجه اسمها ايه؟ ايه؟ احنا ايه؟ ايه دي من حروف الايه؟ جريد 1 من حروف الفاول. ينفع احط لها ايه؟ لا ما ينفعش، يبقى احط لها ايه؟ ايه؟ جولي فيش، يبقى اتس ايه جولي فيش، ده ايه؟ قنديل البحر، يبقى ايه؟ جولي فيش. اتس ان، ينفع اقول ان لاين؟ عارفين انا بغلطكم ليه؟ عشان انا عارفه ممكن انت في الامتحان تعمل ازاي؟ يبقى اصل في ممكن واحد يجي يقول لي ان لاين، اقول له ازاي ان لاين؟ يبقى اجابه رونج، يبقى اتس ان ايه؟ ان اوليف، يبقى انت تتعلم عندي ايه؟ اوليف. في انا برضو اكسرسايز مهم جدا من الاكسرسايز برضو اللي بتكتب في الامتحان، ان هو يديك الورد الكلمه فيها يعني فيها شويه ايه زي الري ارينج كده لخبطه، وانت عليك ان انت تحل الكلمه دي. يعني كلمه زي كلمه انت هنكتبها ازاي؟ كلمه انت اهي كلمه انت، يبقى هنكتبها كده. طبعا هو ساعات في الامتحان بيجي يروح حاطط لك مثلا ايه اندرلاين، مثلا هتبدا بس بالليتر ده، بس في احيان مش هياخد، فانت تبقى عارف الكلمه بتتكتب ازاي. زي كلمه هنا كلمه اكتوبوس، اكتوبوس اكتوبوس اكتو اكبر 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 لتر اكبر اكبر، انا بس عشان بس اكتبها صح، مش عايز اكتب لك كلمه غلط عشان تبقى عارفينها. اكبر 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 اكبر. طب خلاص خليها كده لما نشوفه بس الاول، عشان هكتب لكم كلمه ثانيه وبعدين ايه نشوف ده جديد دلوقتي، بس عشان بس مش عايزه ايه الخبط لكم الكلمات، هنشوف كلمه ثانيه بس الاول هنا انسكت، عشان بس فيها انا في انا ممكن احط حاجه مكان حاجه في ايه انسكت كده، كلمه انسكت اوكي، كلمه انسكت انسكت يعني حشره. طب هنا كلمه فوكس اوكي، فطبعا مش كاتبه كل الكلمات، انا كتبت بعض الكلمات، انتوا بقى طبعا انتوا ايه هتحلوا الباقي ايه؟ هومورك اوكي؟ طبعا الكلمات موجوده عندكم، اللي انتوا طبعا هتشوفوا الكلمات هتذاكروا الكلمات وتحلوها. طبعا هنا اتكلمنا قلنا دي ايه؟ ان. هنا اكتبس، انسى، فوكس، وليف. طبعا انا لو مذاكر الكلمات، الكلمات موجوده اهي عندي اهي، اهو كلمات قدامكم اهي، انا هسيبها لكم هنا في موجوده عندكم اهي، اهي اكتبس، اهي اكتبس كتب كده انسك ان. طبعا انت لو مذاكر الكلمات السؤال ده هتحله سهل جدا، ما فيش حاجه اوكي. هي كلمه اكتوبس اهي معاك اهي، اي سي تي او بي يو اس، كلمه اكتوبس اوكي. طيب الكلمات طبعا انت هتذاكروها وتحلوا انت طبعا على طول. هنا فوكس، اوليف طبعا موجوده عندنا، اوليف، امبريلا، ماك، نات، هنا ابل. طيب تعالوا بقى نبص هنا مع بعض على الاكسرسايز اللي قدامنا ده، شو ذا كوركت انسر. طب هنا دي عندي ايه دي؟ هل دي اللي قدامي دي بيرد؟ انا هقول لها هلطكم عشان اشوف الناس لما تلاقي الغلط تعمل ايه. هنا ايه؟ ينفع اقول دي بيرد؟ دي قدامكم بيرد؟ لا دي ايه؟ انسى معاكم كلكم، لا يا ميس دي مش بيرد، دي انسى. يبقى هنا نختار ايه؟ انسى. طب اللي قدامي دي هل هي ان اور بي؟ بي يعني نحله، احنا طبعا خدنا البيزي بي في خدنا البيزي بي قبل كده في الفيرست تيرم، اظن احنا عارفين البي شكلها عامله ازاي. تبقى دي بي؟ ينفع انها دي بي؟ لا دي ايه؟ ان. اللي قدامي ده ايه؟ جيلي فيش ولا اوكتوبوس؟ لا ده اوكتوبوس مش جيلي فيش، احنا شفنا الجيلي فيش شكله عامل ازاي، الجيلي فيش قدامكم اهو. هنرجع تاني للجيلي فيش، انا هرجعكم تاني للجيلي فيش عشان نشوف الجيلي فيش شكله عامل ازاي، اهو جيلي فيش اهو، عشان نعرف الفرق بين الجيلي فيش والاوكتوبوس لازم تبقى عارف ده ايه وده ايه. ده كده اوكتوبوس، الجيلي فيش اهو، جيلي فيش هنعرف شكله أهو. ده الجيلي فيش شكله عامل كده زي الجيلي، يعني ايه هو ليه جيلي فيش؟ يعني ايه؟ يعني حاجه عامله زي الجيلي كده زي السمك، يبقى ده جيلي فيش. لكن ده لكن ذيس از ان اوكتوبس، الاوكتوبس اهو شكله اهو.
يبقى فرق ما بين الاقطبوس اهو والجيلي فيش اهو. اوكي، يعني لازم تبقوا عارفين شكلهم هما الاثنين عشان ما حدش يحط حاجه مكان حاجه. اوكي، ما حدش يحط يعني معنى الكلمه بمعنى تاني، عشان كده لو انت كتبتها غلط هتتعمل لك رونج وتاخد زي في الامتحان. فلازم تبقى عارف. يعني هنا الاكتوبس احنا خلاص عرفنا الاكتوبس شكله ازاي، الجيلي فيش هو هيجيبوا لك ايه، بيبقى عامل زي الجيلي كده وفي سم، هيتعرف على طول. هنا يبقى اللي قدامي ده اكتوبس اللي هو ايه، اللي هو الاخطبوط، مش قنديل لوحدها اخطبوط. طيب هنا عندي اندر واون، طبعا هي كده دي باينه انها ايه، ينفع اقول عليها اون على، لا هي اندر تحت. هنا عندي كلمه سكيرف، قصدي احنا خدنا كلمه سكيرف اللي هي ايه، كوفيه، دي سكيرف، لا دي ايه، امبريلا. يبقى انا اختار ايه، امبريلا. طب اللي قدامي دي ايه، ايد اور نات، لا هي اللي قدامي دي ايه، انتوا شايفينها ايه، لا مش ايد، دي نات. طيب هنا ان وان، انا شايفاها ايه، جوه. يبقى احنا استخدام البروبوزيشن ايه اللي بنستخدمه اللي يقول لي ان هو ان، اللي هو فيه ان، اللي هو اي ان مش او ان، او ان اللي هي زي دي اون، لسه هتاخدوها تحت اهي، اون اللي هي دي ان جوه، لكن اون على اللي هي دي قدام. كلمة هنا اوليف، اوليف اللي هو زيتون، اوليف دي ايه؟ ماب ولا ماب؟ طبعا انت عارفين كلمة ماب، طبعا لسه ما خدتوش، لسه ما دخلناش، هتاخدوها في جريد 2. ماب اللي هي خريطة، ينفع ان انت دي ماب؟ لا مش ماب، يبقى ماب هتاخدوها ان شاء الله لما تخشوا جريد 1، لما بتخشوا جريد 2 ان شاء الله في حاجة عندكم هتبقى اسمها الماب اللي هي الخريطة، هتدرسوها وهيقولوا لكم ايه هي الحاجات اللي فيها، الكارز اللي هي بتاعت السي، بتاعت الجرين لاند والحاجات دي، هتاخدوها ان شاء الله في جريد 2 لما تطلعوا لنا ان شاء الله جريد 2 هتاخدوا الكلام ده. يبقى ماب دي يعني خريطه، ماب اللي هي سجاده صغيره، هي سمول كارد، اللي بنقول على سمول كارد يعني ايه، سجاده صغيره. يبقى هنا ايه، ماب. اوكي، today I will stop here, next class I will next class I will start your lesson 3. thanks a lot, until you meet again, goodbye.